Easy go. الأحداث من ولاية البوليدة، جريمة شنعاء راح ضحيتها 20 وإصابة آخر، حيث اهتز حي بن عاشور بالبوليدة صباحة اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 20 بعد تلقيه طعنات خنجر من قبل أحد الأشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب شهود عيان فإن القاتل كان يتواجد رفقة شخصين آخرين بسوق الخضر أين قامت بينهم مناوشات وملاسنات انتهت بجريمة قتل وإصابة آخر، حيث تم تحويل الضحية والمصاب إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البوليدة والمصالح الاستعجالية، فيما أقدم الجاني مباشرة بعدها على تسليم نفسه لمصالح الشرطة واثنان آخرين في حالة فرار، كما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات القاضية الشنعاء التي وقعت في ولاية البوليدة وهزت كل شارع بن عاشور وسكانه والذين استيقظوا على هذه الجريمة صبيحة اليوم الأربعاء.